هم في منتهى الاهميه، اهم اثنين لعيبه عند النادي الاهلي واللي هيفضوا يدوا افضليه للنادي الاهلي هو عمرو السلية وحسام عاشور. هم دول اللي هيفضوا افضليه للنادي الاهلي من خلال الضغط على فرانك كومب وكولوبالي عشان يمنعوهم ان هم يبداوا اي هجمه، لان هم لو استحوذوا بالتالي هتبقى الدنيا صعبه بالنسبه للاهلي. لكن عمرو السلية وحسام عاشور ان شاء الرحمن باذن الله هيبقى لهم الافضليه، واهم اثنين لعيبه في فرقه النادي الاهلي باذن الله يوم الجمعه. الحاجه الثانيه والاهم ان ضروره مساعده احمد فتحي في الرجوع مع ايمن بن محمد ويوسف البليلي، مهم جدا 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 جدا. ما تعتمدش ان احمد فتحي صاحب الرئتين واحمد فتحي بقلب 100 اسد واحمد احمد فتحي الفهد كلها كلام جميل جدا، لكن لازم المساعده، لازم المسانده، لان هم عندهم قدرات كويسه في الحته دي تحديدا ومميزين فيها بشكل كويس قوي. هرجع واكد يعني على كل لعيبه النادي الاهلي ان هم يثقوا في نفسهم، لان احنا بنثق فيهم، يعني عندنا ثقه كبيره جدا في كل اللي هيلعب ايا كان بقى ال11 اللي موجودين، ايا كان التوليفه اللي هيختارها كارتيرون، كل التوفيق ليهم. احنا بنثق فيكم جدا، لكن عليكم ان انتوا تثقوا في انفسكم عشان تجيبوا البطوله التاسعه اللي كل جماهير مصر مستنياها، مش الاهلي بس باذن الله. انا متاكد من النصر باذن الله تعالى، والتوفيق باذن الله يكون حليفنا، لكن في النهايه اللي هيكتبه ربنا سبحانه وتعالى احنا متقبلين وراضيين بيه. فاصل ونستقبل ضيوفنا كابتن عادل طعيمه وكابتن ماهر همام وكابتن شريف عبد المنعم.